أكبر مصيبة اليوم أبعدتنا وأفسدتنا وضيعت أخلاقنا وإيماننا وعلاقتنا مع الله وسائل التواصل الاجتماعي، لمن لم يعرف أن يستخدمها الاستخدام الصحيح، لأنها 24 ساعة وين؟ في الجيب. كلما تفرغنا تحركت اليد تلقائيا إلى الجيب، وأخرجنا هذه الجوالات واشتغلنا مع غير الله وتركنا الله. كنا نختم كل يوم 10 أجزاء، اليوم ما نقرأ ولا جزء واحد من القرآن. وينك العصرية؟ قال أتراسل مع زملائي. وينك المغربية؟ قال أتابع مقاطع. وينك بعد العشاء للساعة 12؟ قال كنت أتابع لي في الجوال كذا وكذا. أخذت أوقاتنا ولا لا يا أخوان؟ قليل 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 قليل، والله قليل، هم الذين استخدموا هذا الجوال استخدام الصحيح، وإلا أكثرنا فقد استخدم هذا الجوال استخدام الخاطئ. ولذلك يا أخوان الكرام تجد شبابنا اليوم كثير منهم تعود أن ينكس رأسه، ليس خشوعا لله ولا تذللا، وإنما مشغول بغير الله، ينظر إلى صور ومقاطع ومباريات، وكلما دخل على مقطع دعاه إلى مقطع ثاني. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال أن السيئة تقول أختي أختي، تنادي على أختها، فيخرج من مقطع إلى مقطع ومنها شر إلى شر، من معصية إلى معصية، إلا أن يتولاه الله برحمته. كم ضاعوا من شبابنا وبناتنا الآن. بعض الشباب لو تجلس معاهم وتقول لهم كنا قبل 10 سنين دائما في حلقات في المساجد وفي كذا كذا، يستغرب، قل يا أخي غريبة أنا ما أذكرها، لأننا انشغلنا بهذا الجوال الذي فتحنا على العالم، فصار ما عندنا وقت زي آبائنا وأجدادنا والناس اللي أكبر منا. كان في كل مسجد هنا في الثقبة، في كل مسجد حلقة تحفيظ، في كل مسجد حلقة تحفيظ. الآن عندي في الجامع أبغى أفتح حلقة تحفيظ ما في طلبة، يا ولد تعال، قال أنا أبوي مرسلني معهد إنجليزي، يا ولد تعال أبوي مرسلني معهد كمبيوتر، يا ولد تعال، قال ولدي يتدرب كاراتيه ما عنده إلا يوم في الأسبوع. بعدما كنا قبل 10 سنوات 15 سنة كل الآباء حتى الله يعني يهدي مثلا بعض الآباء اللي وقعوا مثلا في شرب الخمر وكذا، كنا نعرف بعض الآباء كان يشرب الخمر وفي العصر يجيب ولده ويرميه على الأستاذ. ليه؟ يقول أنا ضعت لا يضيع ولدي، احفظوه علموه القرآن. الآن الولد ما عنده وقت للقرآن، والأب مشغول، كلنا في الجوالات والولد في الجوالات، وضاعت الحياة وتقطعت العلاقات. ولذلك سموها إيش؟ وسائل إيش؟ التواصل. وأنا أقول هي وسائل التقاطع، ما فيها تواصل، تقاطعنا، كرهنا بعض، صار بيننا عداوات، وتشوف حتى الناس اللي في الواتساب تجده يتراسل مع زميله وشوي زعلاني على بعضي، ليش رسلت لي؟ ليه ما رديت عليه؟ ليه ما كلمتني؟ الآن بالواتساب يعزون، عزاء الواتساب، أحسن الله عزاكم، لا يحضر المقبرة ولا يدفن معي أبوي ولا يشاركني في حزني على أمي ولا شيء، بس يرسل لي بالواتساب أحسن الله عزاكم ولا يجي. تقاطعنا ولا تواصلنا؟ تقاطعنا. فهذا من أكبر الشر الذي أصيبنا به اليوم، أننا انشغلنا بغير القرآن وبغير مجالس الذكر وبغير المحاضرات وبغير بهذه الوسائل التي في جيوبنا. كان أول الناس تبحث عن الشر تذهب إليه، يسافرون برا السعودية، يروحون دولة ثانية حتى ينظرون إلى الحرام. الآن وينه؟ في الجيب، لا يحتاج سفر ولا تذاكر ولا دفع أموال ولا ركوب سيارة ولا جوازات ولا شيء. فإذا نحن في خطر عظيم.